ديال الجينيتيكيه اللي عايلت الاماكن. دار اجتماع هنايا الاول باش سنطق مجمع الاقتراحات اللي كنا وجدنا كارضيه للانطلاق لعمل اللجنه من طرف القسم التقني. تالي دار واحد التروكيل المواقع، ومن بعد بعد النقاش ديال اللجنه هنا في القاعه خرجت للمعاينه، خرجت للمعاينه باش جرد موقع موقع. كان معنا جميع الناس ديال التركيبه ديال اللجنه حاضرين حتى في المعاينه الميدانيه. ولما جينا باش نحدو كان اولا حصينا العدد اللي اتفقت عليه اللجنه وصفرت النتيجه على 9 ديال المواقع. ثم جينا للنقاش حول المساحه. تم اخذ بعين الاعتبار مجموعه من الاعتبار من 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 الاخر، مثلا التواجد ديال الاطار السمح انا انا المجلس مش حكي مع ديك الجاي كامل. لا الوقت خلت الوقت هو زاد السمح. شوف انا مساله جاوبني على الامطار. الامطار راه تم قياس الامطار من طرف التقنيين ديال البلد. لما كيتعلق الامر بجهتين الجهه اليسرى والجهه اليمنى، هذا انه الموقع غادي يشمل جوج الجهات، فتم احتساب الجهه اليمنى بوحده، وتم احتساب الجهه اليسرى، وتم احتساب المساحه الاجمالي. وانا معنا السي كنظن السي الحسني، السي حسن الحسني موجود. اذا كان الاخر القسم التقني هو اللي يشرف على عمليه القياس ديال الامطار. عمليه القياس ديال الامطار اللي كاينه، وتم تسجيل هذه الارقام، حصر هذه الارقام عن طريق الاشراف ديال العمل كان يطلبوه في اللجنه ديال المرافق الرمليه. وهذا مطلوب للمجلس باش الى صدق على هذه التوصيات هذو يتبناو في المقرر باش يتعدل القرار الاخر. كلش كتعمل شكرا السيد المدير المحترم. اذا كان شي تدخل حاضر السيد هذا السي نور الدين. الناس داروا قلبوها على هذا المواقع السياده ديال المجلس. حنا يلاه مشى داروا هذه المسائل، ماشي حنا اللي سميتو، يلاه جابوا اشنو كاين بالنسبه لي المتر. راه المساحه هي باينه، راه هذاك الشيء واحد المساحه كاينه جد بيبينيات، كاين واحد المساحه تما خويا، المساحه ماشي لا داروا هذاك الشيء سميتو. مابقاش ديروا شي واحد دار هذا الشيء بدل باش غادي تشكروه كيما كتشكروا عباد الله اللي جاوا برا. اسمح لي انا كنقول زعما ماشي اسمح لي لا هادشي اللي غادي تجيب عندكم مشاكل ديال التطهير ديال الماء ديال هذا اللي مدخلت من الاول كتشكروا السي الجباري وشكروا السي الجباري هادشي علاش شكروا السي الجباري. انا ما غاديش نرجع لحقاش كنشوف حنا كندرسوا وحده مساله، راه السيد اللي قال هذاك الشيء خدم ماشي ما خدمش، والاخوان ديال الشرطه الاداريه معازيز وعليك الناس وهذاك التقني الحسني هادو حلو سيك راسو هو سيو كان ماشي هما ما غاديش يجيبونا هاد المسيره. الناس اللي كانوا في القهاوي في الديور ديالهم جالسين هادو كان في الشارع والدين وفيه وزن وكيدير كذا حتى الحصه. شنو هاد الناس؟ هاد المسيره ماشي ديالنا، ماشي ديال الدلاوي ولا ديال فنا ولا ديال باشا ولا حيد البلديه. حيد المواقع على سميتو جبناكم المواقع بنجلس له كامل. وشكرا. يقصي يكون منخرط لدى الضمان الاجتماعي او الصندوق المنظمه الاجتماعيه انه القضاقي مجموعه شارحه طام قرر تعاون الشباب وغاسل بوار حق لسنه كنا تستحسن هذا نفس مسقان المشروع. واش مرسوم الصفقات هذا الاهيتي مسي حرفيا هذا نطبق وسقه ديال موقف السيارات اذا وسقه ديال الشارع اللي جا 15 متر ولا 20 متر هذه وسني 100 درهم 200 درهم غير مش شفتو انا يعني القضاء الشارعي يعني نعزم ثواب غير مني غايتجمع هذا سناني. وانا في نفس الوقت نفس هذا بين تفتح حاجه قوس يعني نفس الدفتر كنا نستعملوا وانت تير يتطبق عوض نفس مقص في جنب ديال دي سوسو تربو يعني خصنا بد ديال المنخرط ديال الضمان الاجتماعي هذه اللي راس سينونس هذه شيء مش الشريحه بحال الشهاده مرة. إذا ولدت يوجد خاصة مراحل، إي بصفة عامة السكان الساكنة المزنقة الأغلبية. وشكرا. شكرا. اقترحوا نخرجوا مختارين على أساس باش استبدلوا المهمل والزوال، ما يبنوا سن الشواهد والزوال اللي هو شاطئ في موقف السيارات ولا يعلو، ولكن
السماء ولا الشريحة ضعيفة تظن استفدم سينما زي موقف سيارة لأن كل صاحب راه كاين اللي غادي جات من وين الجواب يجي ولكن العظيم ولا ينوروا الباقين ينوروا تخلي ما جات وتبيرين ولا غير كوشن شكرا سي علي من 146 كاين تناقض ماشي جبت لا 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 ثم كنقولوا فين كاين المساحه فين كاين شي ساحه ممكن يديروا مساحه ولكن في الشارع ما كاينش ساحه راه كاين شارع دور كيفاش نحدو ما كنقولوش مساحه كنقولوا شارع دورين يمكن يمتد من هنايا حتى اخر الشارع وهذا لا يعني انه كان في شيء وعندما اشرت الى الثمن فقرر الجبائي كيقول دراهم جوج دراهم زاد دراهم ولكن لم يحدد المده فهذه في الوقت اللي غنقولوا غنتعاقدوا مع شكرا السيد شكرا الاخ السي بغداد الكلمه واسي محمد الكلمه السياسيه ماشي مابقاش دابا قل دورة من بعد السياسي الله يسمح الله يسمح الله يهديك سمح السياسي أي إضافة غير إضافة صغيرة لا ماشي مسحة لا 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 غير واحد إضافة عندك غير بالنسبة للصفقات عشان الأخ الضمان الاجتماعي ما يخص يكون هذه هي ماشي قانون أول حنا كبلد تنجلس ندافعوا على هذاك العامل إلا كان هذه الشركة هذه كتستغل كان هذه الشركة كتستغل هذاك السيد 15 عام 20 عام 30 عام قدام غادي يخرج ها هو سميتو خصنا نحاربوا هاد الناس هاد الشفارات نحاربوهم هاد الشيء اللي سال السرقة خص يكون عنده الشروط باش توفر هذيك التخطيط الصحية ديال هذاك السيد وهذاك الضمان الاجتماعي وهذا شوف سياسي تفضل السيد الرئيس واحد التوضيح غير ما شارش ليه كناش تحملات هاد المواقع واش في السمسار يعني مجموعين ولا كل واحد على الانفراد كل واحد واحد كيفاش كيما العموم العموم الجديد الجمعيات كذا شنو ممكن ديروا واش تشتروا الجمعيات يعني طلب رد شعب يا اما يدير الاثمان على جميع المواقف ويشوفها بان هو مناسبين يا اما يختار واحد يا اما يختار واحد. شكرا. شوف سيدي كنت العام عندي كنت هو السؤال صغير اسمح لي اسمح لي جابني جابر سي موفي انا بقينا الرد هذه ماشي نورا والله كيما خلي القانون الجن واخا نجاوب نجاوب بلعت الكلمه عاد نجاوب كامل انا مش وحده الصفقات السي نوردي مع التزام مع القانون لا يعقل ندير الصفقات نعطي لهذا هكا وقد غدا يتحاسب انا واش كديروا هذه بحال القانون مع الصفقات يكون عنده كل شيء تحمل يكون عنده هذه يكون عنده سجل تجاري يكون عنده هذا اش نعطي له انا غدا غدا يتحاسب ولا علاش كنجيبوا المجلس جميع الشروط القانونيه خصها تكون عنده ما بقيناش هذاك الزمان اللي غادي يجي يعطيه ما تخش ما تعطيه حنا مع هذاك الشريحه اللي قال السي علي ديال الطلبه راه واحد الطريق البلديه ساهموا معاهم اعتنا بك يوسف ونعطيه وهذيك الشريحه اللي في وضعيه اعاقه حنا معاها اذا كان شي مرفق الذي فيه ليس فيه صفقات هذه نعطيوها له ولكن ما نجيبوش الشعب مع الرضا كنديروا قانون ونخلقوا القانون القانون معك بطل اذا بغيتو هكاك اعطيوها هكاك يمشي يستغلوا هكاك كديروا قانون مع القانون يقول لك الضوابط ديالو هذه حقي هذه ماشي حقي ما ديروش كل شيء تحملات ما ديروش وخليوه هكا كاين اللي واحد عندهم وضعيه معاقه عنده شركات تعاونوا ولكن باش تعطيلو هكا مجانيا بدون هذه خرج العمود معليش انا نعطيو الكلمه سي احنا وقت بقى شي دقيق بقى شي دقيق انا شنا كاينين بقى شي دقيق انا كاين مع المقدمه اللي بعد دابا ما عندناش اعاقه شي مشكله القانون هذا كيقول يكون عنده هذه واحد هذه تمشي كدير فيزا ولا اي حاجه شي شي تجاري يقول لك شي تجاري تجيب هذه تجيب ممنوع عندك شي فوقاش غادي يدخل لا يا سي نور سي نور تفضل سيد الرئيس انا ما بغيتش لا
ما نديروش تفتاتوا مناش تحملت. أنا ما قلتش أنه ما نديروش القانون. أنا مع القانون ومع تفتاتوا مناش تحملت. ولكن أنا هذا الشرط هذا النقطة اللي سطر يعني اللي غادي يجي يقدم طلب عرض يخص يكون عنده ضمان الاجتماع. ما علاش ضروري؟ لأن هذا الشيء ماشي ضروري ما كاينش في انا ضروري سنورتي لا انا تقنيقه شاطع انا ضروري كي نمشي ايش ايش كنهضر انا عندك يعني رقم 100 انا ما نقولش هذا الشيء انا قلت يعني غير هذا النقطه يعني ما فيها باس يعني لا تحيد باس من الواقع اشنو المشكل يعني هذا تطبق على الشركات الصفقات العمومية الكبرى اللي كتخاذ يعني ميزانيات كبيرة من الأولى أما يعني نديرو شارك يعني حامل الشهادة فين غادي يمشي ما عندهمش الحق يديروا يتنافسوا على هذا الموقع عندي شركة قانونية الأوراق ديالها ما عندهمش الحق الشركة ما عندهمش الحق يعني كنفتحوا يعني كنخليو واحد النسبة شكرا سي زعما كنخليو واحد النسبة يعني كنخليو الباب مفتوح المجال اللي غادي عنده النفوذ وعنده الناس السنون ديك هاو صرات اللي غادي نقراو عليهم المقرر انه لا صدق على الاخر لكن كاين واحد الاخر التوصيه ديال الدين اللي قال انه تحذف المكعبات خليها سي مصطفى دخل فيك قلت كاين هي هذه واحد بالنسبه زيد ولكن غير حدوها سيد رئيس غير من الصباح حتى الساعه العشيه يعني بالليل ما غاديش واش دارت وجهك انا ما عادش لا واش انا راه عيطت عليك بالهدوء انت ما كتجبدني انا كنسمع لك بالهدوء اسيد الرئيس اسمح لي راه كيف حتى نوضح لك اسيد الرئيس خلينا نوضح لك باش يكون مقرر واضح في كل شيء كان مقرر سي واحد لا ما قريتش الدكتور النور المهم كاين واحد النقطه ديال هذا السيد المدير هي التعريفات ديال الوقت درهم جوج دراهم هذه واش النهار كامل نهار كامل واش واحد ساعه غيبقى ساعه كل ساعه نهار كامل من 8 الصباح حتى العشيه واش عنده شي واحد يدخل في هذه تفضل درهم يدار الساعه جوج دراهم يدار السوايع وست دراهم يدار الصباح حتى العشيه لا مو كيجي الدراهم فور الدراهم زين السيد الرئيس الرأي ديال السي خليفة هادي اخوان اسمح دابا هادي اخوان قراو كان الآليات كان دراجة نارية وسيارة ولاقوا يعني كان كل واحد بالدرهم أنا أعتقد أنه نحدو في النهار من 8 الصباح حتى 6 العشية هذا اقتراح على ثم في المقرر السيد الرئيس كذلك يجب إدماج أنه يحتفظ بالعمال اللي كاينين كان في التقرير ما كاينش في المشروع سمعت لكن واحد دابا هي توصيه هي المكرهه السيد رئيس اللجنة مجرد توصيه ما غاديش يتبناها الا بمقرر صادق اللجنة واش كتصور واش بغيت نديروها ايوا غتكون في المقرر السيد رئيس غير التوضيح كتكون في المقرر فقط ايوا قرر مرسل راس الكاتب العام المقرر السيد سيد السيد سيد السيد صادق المجلس صادق المجلس على مشروع كناش تحمل الذي يحدد مواقف السيارات مع الملاحظات الدليل اولا حذف الموقع الرابع الذي يتضمن جزءا من شارع الشيخ محمد رمزيان والممتد من الجهه المحاليه للملك التجاري
الى غايه مخترق الكائن قرى مسجد ابي بكر الصديق. هذه الاولى. ثانيا، وجوه مراعاه وضعيه الاشخاص الذين يستغلون حاليا بعض تلك المواقف، حيث يتم اشتراط استخدامهم من طرف المستغل الذي حاز على اصالحه. ثالثا، ضروره استخدام الشباب المنتمي للجماعه مع مراعاه اولويه الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. رابعا، تحديد الوقت الزمني للحراسه، وانه واحد الاضافه عاده بدلت، وانه من 8 الصباح حتى 6 الفجر. خامسا، ضروره موافقه لائحه المستخدمين لكل من جماعه زمان ودائره الامن القضائي الاخر. هذا الشرط اللي بغيتو ها كاين حتى الاحتياجات الخاصة وكل شيء. أنا نسمع هي المقرر ديال اللجنة قالت لك التوصيل حنا تمنيناه وكنعرضو مع التصويت. هذا أمشوا النقطة الرابعة. واش اول مره كنشوف اللجه كتخدم وكيف جميع اللجه كان سبق عندنا لجان ما يسمى اسم مصير امره ما اجتمعت على المعركه القحانه الدوارات لجان مثل لجان ولكن لجان هذه الخدمه احسن ثم احسن كنشكروها جميع اللجه كنشكروهم نعطي الكلمه السي عبد القادر المنصور في هذه النقطه ديال كناش التحملات ديال المقهى اللي كاين سوسيو تربوي ما يتعلق بتدبير او نمط حين عمل تدبير المرافق العموميه التابعه للمجلس على حسب المنطوق النظام الداخلي للمجلس فيعطي لها الصلاحيه لجنه المرافق العموميه والخدمات. تم شرح اختصاصات بالتفصيل الدقيق في النظام الداخلي. ولا بغيت نقرا عليكم هذا الباب ديال النظام الداخلي اللي كيحدد اختصاصات كل جنه. شكرا سيد المدير على هذا التنوير. الان غادي نفتح باب المناقشه في هذه النقطه. كاين واحد نديرو واحد تدخل سي علي كاين شي واحد اخر كاين بغا يدخل في هذه النقطه شي متدخل اخر شكون بغا يدخل تفضل سي علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكر هذا الاجتماع اللي كانت في هذا الواجب الموظفين ديالها والامور ديالها اللي كيتقابلوا هذا الواجب عندي واحد الاقتراح هو ان كنا نتمنى ونتمنى بكل صراحه ونتمنى التمنيات في مصدرها مدينه صنعاء. مع الاسف الشديد واني منظوره قبل التمنيات القهويه غاد القهويه بكل صراحه القهويه غاد الفرق الرياضيه راه زرغان ثلاثه الفرق الرياضيه زرغان نتمنى المؤمنين مبادره لمده كشم هذا استخدم في المداخل الرياضه. مع الاسف جميع المناطق المغرب وجدا فاز الكلاس تيشنو فلوس الفرق الرياضيه المدى المنصف من القهوه هذا استخدم الرياضه هذا الشيء غاضب مع وفيما الهارة هذه سجو قشرون مي غادي مثلا يجنو وقاوة يجن باطون القهار غادي التمنيات إلا يستافد يسير غادي يسير قهوة الماء غادي يستافد صناعة التمنيات نشتي توغامي توجه
سابقا وسطح الرياضة الفرق الرياضة المعارض الصغير التي استخدمت لأن المداخل مسقر فاقر منعدمة متاتة وجد طموح وقلنا وسابقا مبادرة كعامل على السيوخيكسي العامل العامل الشمالية نشمال البلدية ما لا تخص كنيو 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 قاعد جاب الموقف رايين الأغلبية ولكن هذا وعمرنا لنا أن يوجد القانون في الدول السابقة هذا سنة تستخدم إلا مدينة حاجة تنية هو لا تملك الأطفال وزيد تستخدم إلا حاجة تنية في القانون الأخرى ولكن عليك وفي كرة الصباح أتمشي فراقي هذه سنة فراقي لأن غامض تصل الشباب أتحدث كمان ديني رجل القهوة وقيمت العروض وقيمت اجتماعات ولكن مع الأسف شكرا اخ سعد. اول المتسي العميل على مجلس المحترم من السياده هذا المجلس الى بغى المجلس يعتبر الفرق الرياضيه ولا الجمعيه فهو واسع ولكن كاين واحد التراكم احنا كبلديه اللي عندنا اجراءات ماليه للطفوله هذه غير المداخل انا ما نفهمش على المداخل تضرب في المداخل ولكن هادو هادي خصو واحد يمشي التوازن انا في المال دابا خصك تعرف العام اخي السنه لاستعداد الاماره ديال الوضحى اللي عندنا دابا 380 مليون في الميزانيه مازال كنجيو بالعجز ومازال واحد 300 مليون ديال الموظفين ديال ما يسمى الابيض ديالهم لهذا المجلس الى بغى تراءى نهار يكون يجي تحمل يصدق علي اعطاء فرق رياضيه ثلاثه وهذا مجلس واسع هذا انا ماشي عاوتاني هذيك الفكره السي علي يجيب واحد مقاول غادي يرحل الاموال حتى هو كيعطي البلديه الامر باش يجي من التجاره هذه احنا مازال ما وصلناش هذه من غادي توصل يكون عندنا قانون المجلس الى تراءات هو باش يزيد ونسير ياتها الجمعيه الرياضيه ولا الجمعيه الثقافيه ولا ما يسمى الناس المساكين المعوقين عندنا راه بعيد مازال دابا نقول عندنا حشو كنشوف السلسله مازال بعيد هذا العالم هذا كنديروا واحد اطار قانون باش غدا اذا تعطي شي جمعيه ولا شي طرف يكون عندنا قانون ماشي دابا نناقشوا دابا نجمعوا كلشي خصنا دابا نصدقوا بزاف قوى لا حدا خاطر السلسله كاين بها شي بنائيات خاصني نعطيو فرق رياضيه انا ماشي صدقه بالاغلبيه ولا بالاجماع انا راه ما كاينش دابا كنديروا اطار قانون كل شيء تحول باش غدا حتى هذيك ممكن مثلا في دار الفرق الرياضيه تعطيه بثمن رمزي مزيان هاد الفكره انا ما واضحه ولكن دابا كنناقشوا البنود واش هذا هما لان قالوا لا بد من هذاك البنود هذا شي جمعيه الثمن رمزي الدرهم رمزي يكون عند البنود اتفاقيه البنود هذه كاين هي هي تغدي الخدامه والخدامه خصها غادي يكون عندهم الشروط اللي كاين تكون اش تحملها لا بد في المؤتمر تعديلات مقترحات في مجال تنظيم السير والجولان والمصادقه عليها الشارع محمد الخبيس كما كان عندنا في اليوم في القانون ديال الشارع محمد الخبيس بالعكس عندو الجهه اليمينيه هي اللي هي فيهم اليساريه اليسار حنا والنصارى حنا درنا التاكسيات التاكسيات غادي يكونوا في الكهنة ما حتى واحد موقف تو يسأل دينا الحافية دينا واحد الحافية حتى واحد